يد على أمه وأخته، وهذا الشيء شفته قدامي. تجينا حالات أسوأ من كذا. عموما أنت تشكر على بلاغك، والموضوع الآن عندنا وحنا اللي بنتصرف. الله يعطيكم العافية، عساكم على القوة. رجعني بالأغراض مثل ما هي يا حمار. ما أقدر أصرف، خلي أروح وبجيب لك فلوس اللي أخذتها منك بعدين. تعنيك خابي خابي. بطلق بطلق النحشة، سيارة الحكومة موجهة هنا. أقول لازم أغير البيت، الحكومة دلته. طيب طيب نزل هنا، نزل هنا وأدبر نفسي. وين أنزلك؟ هنا هنا. لا يا أخوي بروح معك. تروح معي وين؟ بيتكم. تبيني أنام في الشارع يا حمار؟ ومن غير فضل ولا منة علي ولا كلمة. طيب بسرعة بسرعة، الحكومة ورانا. أقل اسكت. هذا جايب معاه واحد شبهه، شكله يخوف، بيدخل علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما يستعلى على وجهه. أقول قفل الباب زين وأنا بروح أتفهم معه. لا 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 تكفين، اقعدي، ما نبي مشاكل معه. لا تخافين يا مي، لا تخافين، وأنا أمك، تبين نفسك أنت بس. هلا يا وقت، وين اللي على بالي يجي ويروح. أقول لك تبي حق راسك ولسنة قدام. يا والله تكفى مقطوعين، زوجني أختك اللي شفتها برا، وأبشر وأبشر بو والله اللي سنعك بكل شيء. قوم أنت وياه واطلعوا برا. أنتوا ما تخافون الله؟ أنت ما تستاهل على دمك؟ ما عندك نخوة ولا رجولة؟ مدخل رجال غريب على علك. الرجال هذا بينهم عند الليلة غصبا عن اللي يرضى واللي ما يرضى. تقلعي. ما باقي إلا السرابيت تسكنون ببيتي. أقول يا نواف طلع برا. الرجال هذا اللي مو بعجبك بصير زوج بنتك، زين؟ احترميه واحترميني، فاهمة؟ كفو يا النسيب، فككوها. هدي هدي يا مي، وراس كذا عدلة. أقول لس مسكتهم قربت. أنت بس انتبهي للوالدة وانتبهي لنفسك، خلي الموضوع علي. يلا مع السلامة. موجودين؟ إيه. ادخلي ادخلي. الموقع محاصر ترى، ما في داعي للمقاومة. أقول ابعدوا ولا فترت راسه. نزل السلاح وتفاهم. نزل سلاحك، نزل سلاحك، تركه ولقاه.